نحن في هذه المناسبة خرجنا بالمظاهرة من تهجيرنا من 6 أعوام من كورونا، نطالب الجيش الوطني بتحرير كورونا وعودة النازحين إلى بيوتهم. المناسبة هي ذكرى المؤامرة التي تعرض لها هؤلاء الأهالي بتهجيرهم من بيوتهم على يد روسيا التي دمرت المدينة فوق أهلها ثم سلمتها إلى حزب إرهابي مصنف دوليا أنه إرهابي. هؤلاء الأهالي الذين حاربوا الإرهاب وطردوا داعش بقوة السلاح من هذه المناطق قامت روسيا بتهجيرهم وتدمير بيوتهم لكي تسلم هذه المنطقة إلى حزب إرهابي. الذكرى 6 لاحتلال قرانة ترفعت وما حوله، فلنذكر العالم بالأجمع أنه نحن أهالي الأرض ونحن أهالي القرى المحتلة من قبل البيكيكي الإرهابي السند الروسي والإيراني وكل أعداء الثورة، طلعنا نطالب بأراضينا بقرانا المحتلة. أهلنا الباركين في المخيمات هن أصحاب الأرض، نحن أصحاب الأرض.